Hi doctors, how are you? Now we will talk about atrioventricular nodal reentry tachycardia. موضوع حار ومكسب ورخيص وكمن وشائع وفتشي روعة. Okay, by Dr. Mohammed Albaydani. Atrioventricular nodal reentry tachycardia, أو بالطوارئ يسمونه SVT. هو SVT مصطلح عام. بينما هو المصطلح العلمي مات اتريو فنتريكولار رينتري تاكيكارديا. عرفلي عده اس اي نود عده اي في نود بندل اوف هيز بندل برانش. الالكتريسيتي منها تنتشر تجي للاي في نود وتنزل لي جوا. المنفذ الوحيد اللي يعبر من عنده الالكتريسيتي للفنتريكل هو الاي في نود. اكو ناس عندهم بندل هنا وبندل هنا. هاي بندل وحده يسمونها سلو باثوي وحده فاست باثوي ينزل الكهربائيه اللي جوا. اذا اثنيناتني ينزل الكهربائيه اللي جوا ما عنده مشكله، شيء طبيعي. اثنيناتني ينزلها اللي جوا لحد الان امور طبيعيه. الامور المو طبيعيه ليه متصير؟ تصير الامور المو طبيعيه اذا عندي هاي الاس اي نود وهاي الاي في نود. اوكي، هاي السلو باثوي وهاي الفاست باثوي. اوكي، هاي تنزل لي جوا. اذا الفاست باثوي صار بيها بلوك هنا، هذا البلوك يمنع الكهربائيه من النزول اللي جوا. اوكي، تجينا هاي الكهربائيه منها قسم ينزل اللي جوا وقسم يدخل من هنا. اوكي، يفتر اللي جاي. اوكي، من يوصل هنا هاي تعبر اللي فوق وهاي تنزل اللي جوا. اوكي، قسم ينزل اللي جاي قسم يصعد. هاي قسم اللي فوق يروح وقسم ينزل. فهاي شي يسمونها، بما انه الشغالة سلو راحت المن للفاست سموها سلو فاست ويت باثوي. سلو فاست باثوي هو هاي الفكرة مال الاتريو فنتريكولار نودر ري انتري سايكل. هاي سلو باثوي. اوكي، الفاست باثوي صار بيها بلوك ما ظلت الكهربائية تنزل. السلو باثوي يتعبر لقسم من الكهربائية اللي جوا وقسم لا تدخل بهاي البندر وتفتر، قسم تروح اللي فوق وقسم تنزل اللي جوا وهكذا. لذلك يسموها ري انتري، يعني فتشي يفتر. اوكي، هاي الفكرة من اتريو فنتريكولار ري انتري تكي كاردي. التيبيكال مالته هي سلو فاست باثوي. اوكي، احنا قلنا هذا اللي ينزل اللي جوا يروح للفنتريكل، هذا اللي يصعد اللي فوق. اوكي، هذا شيء يسمونه ريتروغريد. اوكي، هسه عندنا بالاصل في 1 هنا وعندي في ليد 2 هنا. هاي اللي ترجع تصعد اللي فوق يسمونها ريتروغريد. اوكي، هاي يسمونها سلو فاست باثوي. بعض الاحيان اكو فوق فاست سلو باثوي. يعني شنو فاست سلو باثوي؟ نفس الفكره، هاي الاي في نود هاي السلو باثوي وهاي الفاست باثوي. صار عندي بلوك هنا، هاي الكهربائية تجي قسم من عتها ينزل لي جوا وقسم تدخل هنا وتفتر. هاي تصعد اللي فوق وهاي تنزل لي جوا وهاي، يعني قصد اللي شغالة هو الفاست وين دخلت بالسلو، فسموها فاست سلو باثوي. هاي اتيبيكال. واكو نوع ثالث كل شرير يسمونه سلو باثوي. يعني شنو سلو؟ تدخل منها وترجع بيها نفسيتها وظل تفتر، تنزل وتصعد تنزل وتصعد، يسمونها سلو باثوي. الفكرة اللي لازم انتم تعرفونها هو الكومن هو سلو فاست باثوي. اوكي، تصير ري انتري سيركت. اوكي، قسم ينزل اللي جوا وقسم يدخل بيمن بالفاست باثوي وهكذا، تصير سيركل. اوكي، فمن يصير سيركل هاي مشكلة سموها اتريو فنتريكولار ري انتري تاكيكاردي. هذا الباثوفيسيولوجي مالته حتى تفهمونه. شنو الاي سي جي فايندينج؟ تاكيكاردي ريجولر الكيو ار اس نارو اذا ما كان عند بندل بلوك. اوكي، البي ويف هي اصلا البي ويف موجوده لكن مخفيه مضمومه. وين مضمومه؟ لو بالتي ويف مضمومه، لو مضمومه بالكيو ار اس. اوكي، ريتروغريد بي ويف. احنا قلنا الالكتريسيتي مو تفتر، قلنا اكو قسم مو راح يرجع لي فوق. انا عندي في 1 هنا وعندي ليد 2 هنا، هذا اللي رايح اللي فوق هاي تعطينا ريتروغريد بي ويف. يعني بي ويف معكوسه. شلون راح نشوف هاي البي ويف المعكوسه؟ يعني عندي هنا في 1
وهنا لي تو اعرف انه المكان اللي تروح للالكتريسيتي يكون بوزيتيف ديفليكشن، فهاي اذا راحت باتجاه الفي 1 شو يصير؟ سيدو ار ويف. ليش؟ لان الالكتريسيتي جايه باتجاه الفي 1، فالبي ويف تظهر على شكل سيدو ار ويف. يعني شنو؟ عندك يو ار هنا اكو ركزه اللي فوق، هاي يسمونها ار صغيرونه سيدو ار ويف. اوكي ليش؟ لانه الفي 1 اجت الالكتريسيتي مال ريتروغريد، فراح يقراها بوزيتيف ديفليكشن، هذا سيدو ار، بينما اللي 2 مبتعد عن الكهربائيه، فاما يجيني سيدو كيو ويف اللي جوا او سيدو اس ويف اللي جوا. يعني بالحالتين الكهربائيه مبتعده عنه، فيكون اللي جوا نيجاتيف ديفليكشن. اوكي هذن نادرا ما القاهن، بس اذا لقيتن هذن باث جنومونيك اوف اتريو فنتريكولار نود رينتري تاكيكارديا، القى سيدو ار ويف بالفي 1 لانه الكهربائيه جايته هاي سيدو ار ويف، القى سيدو اس وسيدو كيو ويف لانه الكهربائيه مبتعده هاي الريتروغريد مبتعده عن الليد 2، لذلك يكون نيجاتيف ديفليكشن. اوكي هذا اي سي جي واضح ريجولر، واحد تاكي كاردي، اثنين كيو ار اس نارولين ماكو بندل بلوك، اوكي وبي ويف مخفيه، وانا مغمض هذا اي في نودر ري انتر تاكي كاردي. هذا البيشن هم ريجولر تاكي كاردي نارو كيو ار اس، اكو ركزه اللي جوا هاي اس بيمن بالليد 2، وقلنا احنا الليد 2 الكهربائيه تبتعد عنا مال ريتروغريد، فتجينا سيدو اس ويف اللي هي اصلا ريتروغريد بي ويف، بما انه مبتعد عن الليد 2 اجتني نيجاتيف ديفليكشن. اوكي مو مشكله تجي قبل الار بعد الار، ليش؟ لانه اكو ري انتري سيركت هي المخربطه الوضعيه. اوكي هاي باث جنومونك تعتبر. شنو البرزنتيشن مالته؟ دكتور عندي خفقان قلبي يدق حيل، دكتور شو صدري يوجعني، دكتور شو متنك، دكتور شو راسي مش ماله، دكتور شو هذا يمشي وطاح وحده، دكتور شو هذا يتدرر هواي. اوكي طبعا البولي يوريا الباثوفيزيولوجي مالتهم مو الهارت ريت، يصير ربت يصير ستريتشنج يصير ضغط على الاتريال وول، الاتريال وول يطلع منه هرمون ما اعرف انزيم يسمونه اتريال نايتريتك بيبتايد، هذا الاتريال نايتريتك بيبتايد يروح الكدني شي يقلها يقلها طلعي لي درار هواي. ليش؟ لان يقلها ياب الهارت جاي يصير ضغط على الوول مالته، فخلي البيشن يتدرر حتى يقل الفوليوم وحتى يقل الضغط على الهارت. هاي الفكره عاده ما تجي واحده تجي وي اذر فيتشر. هذا اي سي جي ريجولر نارو كيو ار اس نو بي ويف تاكي كاردي اتريو فنتريكولار نود رينتري تاكي كاردي. هذا هم كذلك الاي سي جي كلهن هذن بالطوارئ مصورهن ريجولر نارو كيو ار اس نو بي ويف اوكي وتاكي اتريو فنتريكولار نود رينتري تاكي كاردي. هذا سمبل ريجولر نارو كيو ار اس نو بي ويف اوكي وتاكي اي في نود رينتري تاكي كاردي. هذا الاي سي جي نفسه مرسوم رسم من تشوفه هذا بسع بس تطقه نظره هيك تعرفه ريجولر نارو كيو ار اس نو بي ويف اوكي وتكي اي في نود ري انتري تكي كاردي. يجين البيشن شو اسوي له؟ عرفت هذا اس في تي، اول شيء اشيك البيشن فايتالي فايتال ساين اشيك، واهم شيء البلد بريشر والاس بي او 2، افحص الشيس مالته اذا كان كبير، يجوز هو هارت فيلر، يجوز عنده كريبيتيشن، يجوز عنده بولمونري اوديما وسيله. بويا عندك ربو هم تنق لو لاله، انت حامل لو لاله، اوكي انت قبل هم عندك عجز قلب لو لا، مذني يختلف اللي بالمانجمنت. اوكي استقبلت البيشن لازم احدده ستيبل لو ان ستيبل. شنو يعني ان ستيبل؟ ان ستيبل يعني هايبوتنشن ضغطه 4 على 6 على 4، اجانا فاقد الوعي او وعيه مخربط، اذا اجانا هارت فيلر المايات صاعده على صدره، اذا اجانا سيفير تشيست بين هذا انستيبل. يعني شنو انستيبل؟ يعني انستيبل للميديكال تريتمنت، هذا علاجه صعقه كهربائيه سنكرونايز دي سي شوك. شلون اسوي له سنكرونايز؟ اعطي دازبام اهدئه شويه لان صعقه توجع صراحه حيل تاذي. اوكي دازبام انطي له اوكي ورا دقيقتين اعطي سنكرونايز ابدا بي 70 اطقن فتشي شعور حلو مال الدي سي شوك. هذا اذا كان انستيبل، بينما اذا كان ستيبل لا الامر يختلف.
اول شيء فيجال نيرف ستيميليشن، تعرفون الفيجال نيرف يزود للاس اي نود ويزود للاي في نود، اذا سويت له ستيميليشن هو انهبيتري، فمن يسوي لنا انهبيتر الاس اي نود والاي في نود راح يبطئ الكهربائيه راح تروح للاس في تي. شلون اسوي له ستيميليشن؟ فالزالفا مانوفر، بويا هاك هاي سرنجه انفخ بيها وقطع النفس مالك، اوكي هاي فالزالفا مانوفر اقل شيء 15 ثانيه ويظل يستمر، اوكي. ومره بيشن جاني بطاره لقيته هذا سرنجه وينفخ بيها، قلت له حجي اعطاك هاي سرنجه، قال دكتور انا عندي هذا التسارع انا يعطوني سرنجه وانفخ بيها وتروح مني. يفتهمه مودفايد فالزالفا مانوفر يعني شنو؟ اعطيه سرنجه ينفخ 15 ثانيه بدون ما ياخذ نفس، اوكي، واقول بن على ظهره وارفع رجلي، هاي يسموها مودفايد كاروتس ساينس مساج، كلكم تعرفونه، اسوي له كاروتس ساينس مساج، جاج ريفلكس، اوكي، كولد ووتر ارشه علي ماي بارد او قمزه ماي بارد او كف ريفلكس، هذن كلهن يسوي له ستيميليشن للفيجال نيرف، اوكي، و يسوينا انهبش الاي في نود والاس اي نود. لا والله ذن ما فادن، والطوارئ لوت وصايره كربله بالطوارئ، انا اروح اسوي له جاج ريفلكس وما ادري شنو هاي وتاخذ منه وقت وما يرجع المريض، احط له لاين وين باللفت كيوبيتال فوسي، اوكي، اسال لنا عندك رب ولا لا، اذا ما عنده رب اعطيه ادينوسين، ادفع الادينوسين واحضر لي سرنجه مال 20 ادفع نورمال سلاين وراها قبل، ليش؟ لان الادينوسين الهالف لايف مالته 30 ثانيه، لازم خلال 30 ثانيه يوصل للقلب. ابدو وياه شقد؟ ابدو وياه 6 ملي جرام، اوكي، اعطيته 6 ملي جرام، 6 ملي جرام وانتظر دقيقتي. طبعا انا هاي شنو مخليه على الكاردييك مونيتر، خليت له لاين باللفت كيوبيتال فوسي، دفعت له ادينوسين وراها نورمال سلاين دقيقتين، صار زين خير على خير، ما صار زين اعيد الجرعة 12 انطي، اوكي، نفس المانوفر دقيقتين، ما صار زين اعيد ل 12، خلي ببالك الاسمة ما انطي، اوكي، والادينوسين شي يسوي؟ يحس روحها تطلع من صدره، اوكي، فقل له لابويا راح تحس روحك متنك، راح تحس روحك ملك الموت ياخذك، اوكي، وحضر روح للسي بي ار، ليش؟ لان واحد من السايد افكت مال الادينوسين كاردييك ارست، اوكي، اذا رست يم اسوي له سي بي ار شويه ويرجع، وهاي رير يعني تصير. والله الادينوسين ما صار، ابدا باللاين الثاني البيتا بلوكر اللي هو ما افضل، افضل انا ابدا بكالسيوم كلان بلوكر حسب الاكسبيرينس خذينا، بس الجايد لاين تقول بيتا بلوكر، اعطيه انبوله مال بيتا بلوكر امشيها الى خلال دقيقتين الى خمس دقائق وانتظر ربع ساعه، صار زين صار، ما صار اعيدها الى مره ثانيه وانتظر ربع ساعة، ما صار زين واعيدها له وانتظر ربع ساعة، وبين كل أمبولة أرجع أقيس الضغط وأسأل لنا حجي حامل المرة لولا لا ربو عندك لولا لا، لأن ذن ما يصير أطيب بيتا بلوكر، والله ما صار زين أعبر كالسيوم كنال بلوكر اللي هو فيرابامين أو أيزوبتين، أما بدقيقتين إلى خمس دقائق ومخلي على الكاردييك مونيتر وانتظر ربع ساعة، صار زين ما صار أعيدها له مرة ثانية وأعيدها له مرة ثالثة، أوكي، وتأكد انه الكالسيوم كنال بلوكر ما يصير اطيل للبرجننسي، والله ما صار زين بكل العلاجات، شو اسوي؟ اعطيه دي سي شوك، سنكرونايز دي سي شوك، اعطيه ديازبام امبول، انتظر دقيقتين اشحنه 70 سنكرونايز وطقنه ويرجع راح، اوكي، حد الان امور طبيعيه. بعض الاحيان الاتريو فنتريكولار نودر ري انتري تاكيكارديا تجي وياها بندل بلوك، واذا اجى وياها بندل بلوك راحت الكيو ار اس شي تكون وايد، اوكي، سو الاي سي جي شي يكون ريجولر وتكي وايد كيو ار اس، وهاي بهيج الحاله انا راح اظل صاف انها ابا هذا في تي لو اس في تي وذ بلوك، لانه نفس الفيشر جدا، لا حد يقول لك هيك وهيك تميزه، اوكي، اذا اس في تي او اي في نودر ري انتري تكي كارديو وذ هارت بلوك بندل بلوك قصدي مثل الفي تي يجينا هم ريجولر وهم وايد كيو ار اس اثنيناتهم وهم تكي كاردي، اوكي، فهاي بهيش حاله يقول حتى احفظ نفسي واحفظ المريض اقول ان هذا في تي وعالج على انه في تي، لانه علاج الفي تي يشتغل عليهن اثنيناتهم، فاذا ان ستيبل دي سي واذا ستيبل اميدارون، وبعدين نشرح الدوز مال اميدارون، واضح؟ ليش؟ لانه هو اذا كان اس في تي كان اس في تي وانا قلت هذا في تي وطيته ايزوبتين هذا من احتمال يصير في اف، اوكي، ليش؟ لذلك هسه انا عامل على انه في تي، لانه العلاج الفي تي يشتغل على الاس في تي ويشتغل على الفي تي، اوكي، مثلا هذا البيشن وايد كومبلكس تكي كارديا وريجولر والهارت ريت تقريبا 170،
هذا اقول فيتي حتى احفظ نفسي واحفظ المريض. اذا هايبو انستابل دي سي ستابل ام يدارون. في بعض الاحيان بعض الناس اكو عتهم هنا بندل، اوكي الكهربائيه من تنزل من النار اللي جاي مو تنتشر، من توصل هنا لقيت لها بندل منفذ ردت دخلت بيه، اوكي وافترت هنا ونزلت وردت دخلت ونزلت وردت دخلت، وهذا البندل يسمح للكهربائيه بس للصعود ما يسمح لها بالنزول، فهاي شي يسمونه اتريو فنتريكولار ري انتري تاكيكاردي. اوكي هذا الكلينيكال بريزنتيشن والمانيفيستيشن والتريتمنت كلها مثل الاي في نودر ري انتري تاكيكاردي. واللي يرحم والديكم.